جوش طلعوا كيك هوب. مشاهدينا الكرام، نتواجد اليوم في صالة رياضية. اليوم تجربتنا راح تكون مع بطلين رياضيين في الملاكمة التايلاندية. هاد البطلين شاركوا في محافل دولية، راح نتعرفوا عليهم ونشاركوهم تجربتهم. يلا تبع. السلام عليكم اخويا. لا لا شيخ اسماعيل هكذا. اسماعيل طالب، واش راك اسماعيل؟ لاباس خويا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. اسماعيل بون، اليوم جينا اليوم حبينا نشوفوا ملاكمة تايلاندية، يعني بشغل عليك انت، يعني انت كيفاش راك تعطينا التجربه هذه تاع نهار اليوم؟ قول لي اسماعيل، بدايه الصاله هذه كيف، يعني كيفاش ليدي، كيف الفكره، كيف ليدي هذه؟ ولا الامنيه تاعي باش ندير صاله كما يقولوا في حومتي انايا بلدي ترويبه. دينا كش ما يقولوا غير بلاقه بلاقه، كاين ناس عاونونا، كاين اللي خرجوا لنا شغل بيان سور. هذيك وين تروح كاينه، كاين مليح والعيال الحمد لله. هذه مارينا بالقليل وين الحمد لله. الناس كاين هنا تلاميذ صغار هنايا لي بارو ديالهم، قال لك صافي صافي حاجه مليحه بيان سور. تربي الاجيال هادو ما يروحوش لحاجه كيما يروحوا حوايج ماشي ملاح كيما المخدرات وحوايج، هاهم الناس على كاع على بالهم حوايج. قول لي اسماعيل، واش تمتاز الرياضه هذه يعني سبيسيال؟ الحاجه الاولى الجسم تاعك يكون بيان، العقل تاعك المورال تاعك يكون ما شاء الله بيان، وتكون كيما يقولوا واش لازم يكون في لاتلات. فوالا ها واش لازم نقول، واش لازم يكون لاتلات، كيفاش لازم يكون لاتلات باش يدخل العالم تاع الرياضه؟ عالم الرياضه حاجه الاولى يكون لازم يكون يحب الرياضه هذه، يحبها ولا كما تايلانديه صحيح. حاجه الدوزيام لازم كيما يقولوا يعمر الباطه كيما يقولوا بالدرجه ديالنا، ويكون عنده لا فورس لا رابيديتي باش يدخل في الخدمه هذه، ولازم يكون عنده شويه قلب ما يخافش. السبور هذا يحب واحد اللي يكون يعني اسماعيل راح نشوفوا سيونس اليوم باذن الله. جاي نوتر اتلات فوالا. ايوب هو الحاجه اللي لازم نعرفوها انه اسماعيل، شيخ اسماعيل وايوب هذوما يعني نقدر نقول عليهم بطلين جزائريين، يعني شاركوا في محافل دوليه هكذا كيما اسماعيل. عنده عده القاب راح نكتشفوهم في العدد تاعنا اليوم. بون انا نخليك يحضر ايوب نشوفوا لا سيونس، راح تحكي لنا على كل سيونس درناها ولا راح نديروها هكذا. اسماعيل يلا تفضل. بصوص يا اسماعيل، كما قلت لك كاين فرق ما بين الكينغ بوكسينغ والبوكس تايلاندي سي صح؟ سي نورمال. اه داكور يا خو، انت برك بين لنا هاد. حنا نخدموا الاكثر لي سكيف ما نخدموهمش. لا لي سكيف ماشي ما نخدموهمش، حنا في الكونتاكت خدم لي سكيف كيما لا بوكس اونجلاز، نخدموا هنا لي سكيف ديالك نورمال. في البوكس تايلانداز ما تقدرش تخدم هنايا حاش كاين لي جونو. البوكس تايلاندي سي صح؟ البوكس تايلاندي عندك لي سكيف كوتي غوش كوتي دروات روتري لاريير، هذا ما كنبوكسي هنا. لي بوا عندك من فوق لتحت، عندك هنا في البطن ديالك، عندك في ال لاماشوار ديالك. المهم كلش عندك لي لاو كيك، عندك هنايا عندك هنا وهنا لاو كيك. هادو كاع في البوكس تايلانداز. كيك بوكسين لا كيك بوكسين تخدم لاو كيك هنا، هنايا تخدم لي جون من فوق لتحت في الكونتاك. لا تخدم منا وطلع. لا بوكس اونجلاز لا تخدم غير يديك، وعندك لي سكيب كاع كيما تحب. اوكي دونك لا ديفيرونس هذه راح نشوفوها اليوم. سي نورمال راح ما فيش مشكل. هاي بون اول حق ايوب نبداو ايوب نبداو لا سيونس. ايوب السلام عليكم. ايوب بدا تسخين باك بدا نجرب. بون اسمح لي دقيقه، ايوب سنه ثلاث اوسي. ايوب مشارك ديجا في بعده بطولات احترافيه وحتى في الاماتور، هو كان شاب بطل في الاماتور، ودوك حنايا كيما يقولوا عنده بذره هايله ايوب. ستان كيري ما يخافش، يحب يروح بعيد طموح، حتى يحب يروح يبوكسي بطل العالم. مي هنا التدعيم ما كانش في الجزائر. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا لا سيونس تاع اليوم ومن بعد نحكيو على التدعيم. نوضح بك للمشاهد انه مادام ايوب هو بطل في الرياضه هذه، نقترح انا انه التجربه هذه راح تكون مع ايوب والمدرب ديالو. يلا ما تناطيش يلا. ايوب نبدا تجري، نبدا تدور هكذا، نبدا تجري الفوتينغ تاعك، نبدا تجري.
هاي فيزو جايوب يدو طلع شريط طلع شريط دي ماري فيتاس دي ماري فيتاس هاي رابيد 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 هاي راه ما بقاش بقاو ثلاثه هاي اوب 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 فيتاس فيتاس اوب 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 مارشي ايوب اجبد مليح اشرب شويه ماء ايوب السلام عليكم اسماعيل طالب مدرب ملاكمه تايلانديه بطل محترف سابق الحمد لله وذوك راني مدرب في الأصغر وأكبر عندي أبطال صغار وكبار ما شاء الله وعندي حتى في الاحتراف منهم أيوب سرايدي الله يبارك ربي يحفظه وكان أبطال واحد أخرين نتمنى من الناس اللي كما يقولوا الناس هذه اللي تحب الرياضة تجيب أولادها ما تخليهاش تضيع بداية تريح براها كدا دير سوالح واحد أخرين عيانين تجي تدخل دير رياضة هذه ملاكمة تايلاندية ولازم كي تدي وليدك عرف وين تديه أول حاجة المدرب إذا كان إنسان صالح الولد هذا يخرج صالح وإذا كان هذا المدرب يدرب باك وما على باله واش راه يدير الطفل هكذا يضيع حب هذا الطرف هبط في الجومبون نعاود نولي خدمة فيتاس عيوبة هوب 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 هاي ايوب هاي قالك دو اكزيرسيس ما بقاوش هاي ايوب هاي هنا اخدم هنا ايوب اخدم هنا ايوب شوف ها روح هنا ها هو عاود ولي هنا هوب هوب ها حق الله نخدم هنا هوب في بلاصتي هوب ها هنا نهبط على اللومبر هنا هوب فهمنا باص على اللومبر ديالك ونهبط جون بوم ونطلع هيا ايوب جد روحك توب ديماري هوب فيتاس ها هبط صدرك هبط صدرك بوم هبط بصدرك توب السلام عليكم معكم سريدي ايوب ملاكم محترف في الكيك بوكسين بوكس طاي كان في عمري 13 سنه وكنت صغير كنت نحب نضارب بزاف وكنت نحوس سبور دو كومبا باسكو كنت مباغر بزاف كان واحد من الاصدقاء كان جاري هو اللي دخلني في السبور هذا قال لي انت يخرج عليك سبور دو كومبا باسكو قال لي كان يقول لي لقاني بزاف نضارب برا ودخلني لرياضه الملاكمه التايلانديه هدف تاعي انا حبيت نخرج القاب عالميه حبيت نخرج القاب عالميه خاطش حنا كما يقولوا النيفو ديالنا حنايا تاع حنا ديجا حنا ضيعونا حنا رانا معترفين عالميا ماشي بعيد علينا كما خبيب هذا استاذ مسلم الله يبارك ما شاء الله تشرفوا به حاجه ما شاء الله احنا حبينا حنا نديروا هذه الحاجه علاش ماشي من الجزائر ماشي نحسدوه هذا اخونا في الله بصح حبينا نديروا احنا هذه ماشي حاجه كبيره علينا احنا ما احنا السلطات هذه ماشي دعم فينا باش نروحوا لحاجه كيما هذه عندنا ابطال صح ماشي زعما هضره هاي بيتاس لعب خفيف هاي بيتاس واش الوقت ايوب فيتاس بوب طلع الريتم ايوب توب دي ماري ايوب ويا ما داكش هاي فيتاس ايوب فيتاس ايوب ما بقاش الوقت هاي ايوب ما بقاش اوب 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 توب اوريكيبان الحمد لله نجحت ولات ولو عندي بطولات حتى ولات نبوكسي على برا وليت بوكسيت بلدان العرب بوكسيت في مصر بوكسيت في لبنان بوكسيت في دبي بوكسيت في تايلاند الحمد لله عندي ألقاب في هذا السبور اليوم كنا مع الشيخ اسماعيل هذا الشيخ اسماعيل واقف معايا بزاف كل يوم كل كومبيتيسيون نكون معاه ويبريباريني باش يطلعني ويدير لي الكوراج باش ننجح في السبور هذايا كما يقول هذا كل شيء من الله عز وجل gauche doublé hop 1 2 4 hop 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 droite hop hop suivi côté hop 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 1 2 hop hop esquive le loulou hop hop pam hop pam pam عاود انا عندي القاب عربيه العاب افريقيه وعندي
وانا كنت بطل الجزائر، كنت في المنتخب الوطني، وراك على بالك صراو مشاكل في الفيدرالية هذه، وبعد شغل هذيك تاع كرهنا ولينا بوكسو احتراف، وحدي بوكسو روحو بوكسو احتراف، وحدنا بوكسو احتراف وروحو بدراهمنا. ما كاينش تدعيم، تدعيم هو الصح حاجه الاولى، تدعيم. عندنا زعما بطوله تدعيم ما كاش، ما رحناش. عندنا بطوله بريبارو صباح وعشيه، تدريب صباح وعشيه، تتعب باش تريكي بيري، ما كاش تدعيم. ومن بعد عشيه هذاك النهار تكون تخمم باش تروح، تخمم في البي تاعك، الماكله تاعك، لوتيل تاعك، ما كاش نعشو نانيلو هذيك الحاجه. ومن بعد يقولوا هما ابطال وما يبانوا، احنا ما بانوش على جال. ماشي نتايا المشكل تاعنا، ماشي المشكل تاعنا، المشكل تاع التدعيم ما كاش. ماذا بي ان شاء الله نحكم يقولوا العالميه، وان شاء الله يستفادوا كاع اللي يعرفوني، ف كما يقولوا ان شاء الله ينجحوا كاع في هذا السبور، باش يعني حاب يافونسي سبور هذا في الجزائر، باسكو ما عندناش بروفيسيونال هنايا، ناقص هذا السبور سامحينو بزاف، تبعوا غير البال ولا اخر. هذا سبور دو كومبا، ما كاش لي زاتليت كما الجزائريين في سبور دو كومبا. هنا وين نروح نحاربوا، باسكو نتبعوا العالم تاع الجزائر، وربي ينجحنا ان شاء الله وربي يوفقنا. هذا كل شيء من الله عز وجل. ايوب عندنا سانكرون ساك هكذا، عندي لي براديا ولي عندي لي جوم، عندك خدمها فيتاس هكذا، اخدم بيا الخدمه تاعك. ديماري توب، وجع 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 شويه صحيح ايوب، وجع كطلي زيت فيتاس، وجع وجع ايوب. ليديس هاي ليديس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ستوب. اوريكيبار اوريكيبار، هاي ايوب جبد مليح، وجع باور، وجع اي اي بيان زيت اوب، وجع وجع باور، وجع وجع ايوب، وجع وجع توب. هاي ايوب، هاي نروح تلي، ها روح نعاود نولي، يا نعاود نولي ايوب، هاي فيتاس اوب، عاود لي حتى الحمراء هذه، زيد 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 توب. صحيت ايوب، كان بطولة احتراف ان شاء الله في تايلاند في عاصمة بونكوك ان شاء الله. وشنو رانا في راهي ما بقالهاش، قالها شهرين من الوقت هذا، ان شاء الله باك تسقم الوباء هذا ان شاء الله، البلاد هذه تعاود تولي ما شاء الله كما كانت. والسبور هذايا كي دخلت لمونطريني في هذا السبور، ولت الحمد لله ولت ستابيليت حياتي، ولت عاقل بزاف، ولت نعرف كيفاش نكومينيك مع الناس، وليت انسان معروف، انسان رياضي، وانا ماذا بيا ان شاء الله يستفادوا كاع من عندي. نشكر طاقم النهار يا خويا، ربي يحفظكم بارك الله فيكم، تشرفتوا القاعة تاعنا سيبر برو فايت، ونشكر خويا طاهر وطاقم النهار قاعدتك، ربي يستركم ربي يحفظكم بارك الله فيكم. اي فوالا شيخ اسماعيل، شفنا توتين سيونس الله يبارك مع ايوب، ان شاء الله كما يقول لك يرفدوا الاعلام برا، نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. هكذا الشيخ اسماعيل، والجيل اللي راه جاي هذو الاساغر هذو تو عندنا ابطال ثاني، ايوب ستانغيري الله يبارك، انا كما يقولوا راني كما يقولوا مشى معايا بزاف ايوب، خدم عندي بزاف، ستان شامبيون الله يبارك، ربي يوفقه، نتمنى له حاجه ما اللي ما درناهاش حنا يديرها هو. نتمنى له التوفيق، ونتمنى لك التوفيق شيخ اسماعيل، شكرا على التجربه هذه، ان شاء الله الى ملاقات. ربي يحفظكم. صح. غوش غوش تحت، غوش تحت، غوش هوب هوب، كود هوب هوب، جول هوب هوب هوب، ان دو هوب هوب، غوش طلعوا كيك هوب 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 هوب، طلعوا كيك هوب هوب، مش كيك هوب هوب، كود هوب هوب، جول هوب 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 هوب، 1 2 3 4
إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية العدد تاعنا اليوم، نتمنى أن تكونوا استفدتوا معنا وتعلمتوا الخبايا تاع الملاكمة التايلندية. هكذا كانت الحلقة تاع اليوم، أنا من قليل أقول لكم تهلاو في روحتكم، سلام. وركي باش شرب الماء. تحيه لي قوي.